بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. نهني كل الزملاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير. احنا كنا يعني من ربما الناس السباقين باش نسهروا يعني كل عام باش ننظموا هذا اليوم، وننظموه يعني كان يوم يعني متنوع ومختلف. ومن بين يعني الأشياء اللي كنا نديروها هي تنظيم الدورات الرياضية، وكنا احنا يعني المفروض لأنه العيد عيدنا والعرس عرسنا، احنا اللي كنا نعرضوا للمسؤولين يعني المحليين سواء يعني من بلدية أو من ولاية، يعني كانوا هما يشرفونا، وكنا نختموا التظاهرات تاعنا اللي هي كانت يعني فكرية وكانت رياضية، كنا نختموها دوما بحفل يعني يكون في العشاء في أحد الفنادق، ويجيو يعني يجيو كل يعني الشركاء تاعنا من مسؤولين من جمعيات من هذاك ويحضروا معنا، ونعديو ايامات هكذا وباش نعاودوا نبنيو تاعنا الامل لعام جديد واللي نشطوا فيه، واللي كنا بينا بين الصحفيين يعني كان كاش امور ربما ما مشاتش نوليو نعاودوا نمشيوها بين هذاك، يعني كان عيد حقيقي، عيد يعني وين الصحفيين يتسامحوا بيناتهم، وين الصحفيين مع المسؤولين يتسامحوا، وين نصحوا بعض الاخطاء وين هكذا. والحمد لله رب العالمين، دوك احنا كما يقولوها مدينا المشعل للناس اللي جاوا من ورانا، وان شاء الله يعني يكملوا بنفس يعني بنفس الخطى اللي داروها يعني رجال تاع بكري. والصحافه جماعه انا دائما نقولها ونعاودها يعني لاخواني برك، نقول لهم الصحافه او موش واحد يحط روحه ويهز قلم، والقلم ماذاك فيه مسؤوليه، راه موش رشاش ويهز على الناس ويضرب برك ضرب عشوائي هكذاك. الصحافه راهي احترافيه، والاحترافيه يا جماعه راه كاين طرف وطرف اخر، هذه كل واحد يحط رايه، هذه هي احنا الاخلاقيات نتاعنا. ايمو براو قاع نبراو.